طبعا املنا بشكل كبير ان يكون هناك تكاتف على مستوى سياسي وتعاون ايضا بين الادارات المدنيه وبين مجلس المحافظه وبين الاهالي، هم مقبلين على المرحله اللي القادمه، لاننا نعتقد ان تضافر الجهود الامنيه والعسكريه والمدنيه يمكن ان تساهم بدرجه كبيره في اعاده مصر الى رونقها المعهود والمشهود، واللي تكون بوابه مهمه في اعاده الحياه الجديده الى العراق بعد تخليصها من الارهاب. فكل الامتنان للجهود اللي بذلت من الاهالي ومن القيادات الامنيه والعسكريه وقيادة العمليات والإدارة المدنية وكذلك مجلس المحافظة وأيضا الإدارات المختلفة بالأرضية، وأعتقد أننا أيضا معنيون بأن نتضافر أو تتضافر جهودنا معهم لغرض تجاوز الأزمة اللي احنا دنورها.